لما تلاقي نفسك بتفكر في المصيبة اللي ممكن تيجي لك بسبب الذنب، قول الدعاء ده، دعاء سلام الحكمة الربانية اللي أنا بحبه جدا جدا جدا. قول: يا سلام، اللهم إنا عبيدك، وقد أصابنا الوجع بسوء فهمنا لمرادك مما نزل بنا، فيا واسع العلم، ويا واسع الرحمة، ويا واسع البركة، نسألك جلاء بصائرنا حتى نرى لطفك وفضلك وحنانك أقرب إلينا من كل ما ينزل بنا، حتى تستنير قلوبنا بالسكينة والطمأنينة بولايتك لجميع أمورنا، فتجبر عجزنا الذي لا يجبر منه إلا بلطفك وبحولك وقوتك، بأن تفتح لنا باب جنة حسن فهمنا عنك والأدب معك يا رب العالمين. يا رب العالمين، اجعلنا من أهل حسن الفهم، واجعلنا من أهل حسن الدرك، واجعلنا من أهل فهم حكمتك، وإن غابت حكمتك عنا فإلى يقيننا من لطفك بنا احملنا يا رب العالمين. طيب قلوبنا باليقين من حكمتك، واجعلنا نعيش في سلام الحكمة حتى نرى جمال ودك وحسن تدبيرك في كل شيء يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هنستنى ان انتوا تحكوا لنا عن تجربتكم وعملتوا ايه لما عشتوا بسلام الحكمة الربانية. هنسمع ده كله ونتمنى ان هو يوصل لنا على صفحتنا، صفحة برنامج ولا تعسره، ونفضل في أسرار حكمة ربنا سبحانه وتعالى عشان نستنير ونحيا سالمين إلى أبد الآبدين يا رب العالمين.